يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينصح فضيلتكم طالب العلم المبتدئ بقراءة كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام من أجل معرفة مناقشة أهل البدع والرد عليهم عموما؟ إذا كان عنده تمكن لا بأس يقرأ بالكتب الكبار، وأما إذا كان مبتدي هو ما يقرأ بالكتب الكبار لأنه يتحير فيها وتصعب عليه فهمها. هذا حسب مستوى الشخص العلمي، المستوى العلمي عند الشخص. نعم.